مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب. النهاردة موضوعنا موضوع كبير جدا، هنستضيف فيه معانا الدكتور محمد الرفاعي، هيكلمنا فيه. موضوعنا النهاردة علاج الغضروف بدون جراحة. أول بداية حلقتنا هنتكلم عن مشاكل الظهر، وبعد كده نتطرق لعلاج الغضروف بدون جراحة مع الدكتور محمد الرفاعي، استشاري التأهيل وإصابات العمود الفقري وزميل جمعية علوم الطب الرياضي وأحدث برامج التأهيلية للإنزلاق الغضروفي بدون جراحة. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء الفل. مساء الحضرة على حضرتك. منورنا النهاردة في البرنامج. الله يبارك فيك. أهلا ومرحبا بحضرتك معانا وشرفتنا النهاردة في البرنامج. أنا متشكر جدا على أن أنا أحضر معاكم ونتكلم في مشكلة من مشاكل العصر اللي موجودة دلوقتي. أيوة. اللي هي مشكلة الغضروف. تمام. الغضروف بقى مشكلة عويصة جدا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. أكيد طبعا. تمام. يعني احنا تطرقنا للمشاكل دي هنلاقي المشكلة، ولكن أنا برحب بكم كلكم وإن شاء الله خير، ونبدأ نتكلم في كل الغضروف بالتفاصيل المملة. إن شاء الله. طب دكتور، أنا هنبدأ حديثي النهاردة مع حضرتك بكلمة مشاكل الغضروف. يعني ايه كلمه مشاكل الغضروف او مشاكل الظهر عامه بمعنى اوضح الاول؟ يعني ايه مشاكل؟ يعني الظهر بيعمل مشاكل مثلا مع صاحبه ولا ايه؟ اكيد الجسم سبحانه وتعالى ربنا لما خلق الجسم خلق الجسم فيه جسم مطيع وجسم فيه مشكله. تمام. مشاكل الظهر، انا عندي ثلاث مشاكل يحدثوا للظهر. اولا الثلاث مشاكل متعلقين بالعمود الفقري. يعني انا دلوقتي عندي مشكله تحصل في المنطقه القطنيه، عندي مشكلة بتحصل في المنطقة الصدرية، عندي مشكلة بتحصل في المنطقة العنقية. ثلاث مشاكل دول متعلقين بكلمة العمود الفقري. تمام. تمام. لكل مشكلة من هذه المشاكل أعراضها، وكل مشكلة من هذه المشاكل عايزين يوجد لها الحل بعيد عن العمليات الجراحية. إن العمليات الجراحية مش هتديني النتيجة اللي أنا عايزها، النتيجة المرجوة للفرد أو المواطن أو البشر ده. تمام. فإحنا عايزين نبعد بكل الطرق بطريقه تاهيليه عن العمليات الجراحيه. يعني موضوعنا تاهيل مش جراحه. تاهيلي بعيد عن العمليات الجراحيه وبعيد عن المسكنات. تمام. ان شاء الله. طيب ده مشاكل الظهر الامه بقى نعرفها من حضرتك. اولا الام العمود الفقري بتحدث منه من كل منطقه الم شكل. يعني لو عندي المنطقه العنقيه تخرج لي مشكله معينه، عند المنطقه الصدريه تخرج لي برضه مشكله معينه، عند المنطقه القطنيه والعجزيه تخرج لي مشكله معينه، وحتى العصعصيه بتخرج لي الم مختلف عن الم القطنيه. يعني لو انا بصيت لالم القطنيه هلاقيه مختلف كل جزء عن العصعص نفسه. تمام. تمام. فانا لو جيت مثلا لو خدناه من تحت لفوق او من فوق لتحت، حضرتك نتكلم في النقطه ازاي؟ لا هناخدها من تحت لفوق. لو انا لقيت او مشكله العصعص عندي، هلاقي ان المريض من ده مش عارف يقعد، حاسس يعني معلش في الكلام ان لو في كان مسمار بيقعد على مسمار او ابره. فعلا دي الشكوى الاساسيه. طبعا هو بيقعد كده يقول لك انا مش قادر اقعد، يعني يقعد يتنفض منه. دي مشكله العصعص. العصعص هنا مفلوق اتنين. طبعا الفلق مش معنى الغضروف، لان ملوش مش هعمل له عمليه جراحيه في العصعص، لان دي شبكه اعصاب. تمام. او نرف خارج من المنطقه دي. فالمشكله دي لو انا تطرقت ليها حلقة بتعمل لي حرقان وابره في المقعده من تحت، يعني انا لما باجي اقعد مش عارف اقعد على المقعده التحت. دي مشكله كبيره جدا. بتبقى العصعص او الفقرتين دول، العصعص اربع فقرات. تمام. بيبقوا الفقرتين اتفلقوا او طيروا من مكانهم، بطريين بياخدوا كيرف مع بعضهم. تمام. اتفصلوا بمعنى اوضح. انفصلوا عن بعض. عشان نوضح اكتر. بس الانفصال برافو، بس الانفصال مش عالي عشان بس ينفصلوا خالص وبعدوا. لا خالص. انفصال يبقوا طيروا عن بعض. ايوه. تمام. عملوا منحنى. تمام. فبياخد ايه بقى هنا في النقطه دي؟ يرصوا على العصب اللي خارج. العلاج او الالم بتاعه صعب جدا. كانه بيقعد على ابره بالظبط، يقول لك مش عارف ما اعرفش اقعد. ده مريض انواع العصعص، بس ده لو اتكلمنا في نقطه العصعص لوحدها. تمام. يعني خرجنا للنقطه بقى والمشكله اللي هي المحابه الرابعه والخامسه والخامسه والسادسه، دي طبعا مشكله اللي بتنتج منها بتديني الم في الفخده، او ممكن تديني تنميل من اول صبع الرجل. يعني ممكن المريض يشتكي مثلا مني ويقول لي انا عندي تنميل في صبع رجل. صح. او وش رجل منمل، بس لو انا اتكلمت في وش الرجل بس يبقى انا كده ما عالجتوش. تمام. او في الصباع. او صبع الرجل. لما اجي اعالجه من الظهر ما اعالجوش من الرجل، او اعالجه من وش رجله ليه؟ صح. تمام. المشكله جايه له العصب بتاع وش الرجل مضغوط في الظهر.
عايز ترجع واحنا طالعين بقى نطلع بطن الرجل ولا بطن الرجل بتوجعنا او فيها حرقان او فيها شعطان او فيها الم تمام. طيب مشكلته في الظهر مش في المنطقه دي. لو يقول لي بقى طب الفخده بتبقى وجعاني او الفخده فيها مسمار او عندي بيقول لك عندي بيقول لك الدكتور انا عندي عرق النسا ده كلها مشكله في الظهر مش مشكله هتنحل بالطريقه دي. بتبقى مشكله ان الغضروف خرج من مكانه قرص على المنطقه دي تمام. لو طلعنا بقى في العمود بقى كمان ضهرك خدنا المنطقه الصدريه ايوه عشان اخواننا اللي شايفيننا كلهم واحده بواحده معاهم عشان نوصل لحلول المشاكل بتاعتنا اللي احنا مش عارفين نحلها تمام. هنيجي في المنطقه الصدريه في اعراضه صعبه جدا وتتوه اي حد بمعنى هتلاقي واحد يقول لك انا عندي كرشه نفس ولو طلعت السلم شويه صغيرين بحس ان نفس انقطع وما عدتش قادر اتنفس مش قادر اتنفس خلاص انا كده ربنا اربيه مش عارف اطلع السلم ليه تمام. انا بقيت سكنت في الدور اللي تحت تمام عشان ما بقدرش اطلع السلم بيجي لي كرشه نفس. طب كرشه النفس جات لك منين؟ حاسس ان عندي تعب في القلب دي بقى المشكله اللي برافو عليك. يقول لك انا عندي نغزه في القلب بس النغزه اللي في القلب اللي عندي في صدري الشمال دي مش معناه ان انا عندي مريض قلب. انا مش مريض قلب بتجيني من ظهري من ورا تمام. انا حاسس ان هي ساقطه عليا منين؟ من ورا. هنا المشكله هنا ان الراب او الضلع اتحرك من مكانه. طيب السبب ممكن حركته ممكن قعدت على مكتب ممكن انا زنقت نفسي شوي بيجي الضلع مهوي من مكان او اتحرك درجه بسيطه من مكان التهويه دي تديني النغزه اللي في القلب وتبدا مشكله في غير حل يعني لو سكن ذات نفسه مش هيشتغل في النقطه دي يعني كله بيرجع لالام الظهر نفسها كل الاعراض دي. ما هو اصل الظهر ده حضرتك ضفيره عربيه ما هو بيسموه العمود لا اسمه ضفيره عربيه. يعني ايه ضفيره عربيه؟ كل مكان في الفقره بيخرج لي عصب شكل اكيد. يعني انا مثلا عندي المنطقه القطنيه هتخرج لي عصب شكل المنطقه الصدريه هتخرج لي عصب شكل المنطقه العنقيه هتخرج. يعني يجي مثلا يقول لي انا عندي تنميل في صوابعي ما بقدرش اقبض على حاجه ما بقدرش امسك كوبايه الشاي تمام. اعمل ايه بقى؟ عندي الم في المنطقه اللي هي الساعد مش قادر انا بنام بطول الليل رافع ايدي دماغي ومش قادر انام مشاكل تمام؟ كتير ده عنده فقره عنقيه ارسى على العصب تمام. دي مشكلته في العنق مش مشكلته في الدراع. الدراع ملوش دعوه الدراع مظلوم تمام. المشكله جايه من عصب العصب عايز ينحل عنه مزنوق وعايز ينحل وبينادي تلاقيه وبناء عليه اللي عنده الفقره العنقيه يعمل له صداع عالي جدا وتنميل في الاطراف كده فقره عنقيه قارن واحده ما عندوش حاجه غير كده. دي مشكله لو احنا قسمنا الظهر للثلاث مناطق دول ومهمين جدا لان دي شبكه طبعا. شبكه اعصاب كلها مفروده في النقطه دي ساقطه من المخ تمر بالمرور ده كلته لحد المنطقه الاخيره لحد العصب نفسه مخرج اعصاب. تمام. طيب دكتور احنا اتكلمنا عن مشاكل الظهر وقلنا الام والاعراض بتاعه الظهر تمام. جينا لنقطه مهمه قوي دلوقتي هنتكلم فيها هناك درجات للغضروف طبعا تمام. درجات الغضروف ايه هي وعايزين نعرف برضو من حضرتك دور المسكنات ايه؟ اولا درجات الغضروف الغضروف بيمر بثلاث مراحل. الدرجه الاولى اللي عندها بحس بالعرض احس ان ساعات كده ظهري زك عليا شويه او عندي الم شويه درجه شويه صغيرين او انا مش مرتاح دي درجه اولى تمام. الدرجه الثانيه بتزيد شويه يعني انا مثلا حاسس بالالم والالم بقى خلاص ظهر عندي بطريقه ما وبيسقط ويروح عليا وانا بقى مبرح شويه بيروح خلاص دي درجه ثانيه تمام. الدرجه الثالثه بقى ويمكن بنتكلم فيها يمكن يزيد عن الدرجه الثالثه درجه كمان هو طبعا ثلاث درجات اولى وثانيه وثالثه انه ممكن يعمل لي انحناءات في العمود الفقر يعني يعمل لي اسكلوزيس يعمل لي كيفوز يعمل لي لردوزيس انحناءات العمود الفقر تمام. يعمل مشاكل اعظم كده يبقى كده ممكن يسقط في الرجل يبقى انا اقول لك انا المريض بتاعه يقول لك انا حاسس عندي سقوط قدم يسقط قدم يقول لك انا حاسس ان انا رجلي دي لما بقف شويه صغيرين وانا في شغال ما بعرفش امشي بيها تمام. انا باخد خطوتين اتنين واقف خدت بال حضرتك. وهنا مشكله خطيره جدا لو اتكلمنا في النقطه دي خطيره جدا في الدرجه الثالثه لان معظم اصابات مفصل الربه بتنتج من الظهر تمام. ازاي؟ انا عند المريض عنده الم عالي جدا في الركبه في الظهر في الظهر تمام. سقط في العصب الوركي طيب الالم انا مش انا رايح مشوار او انا واقف مثلا في عزاء مش قادر اقعد قدام الناس محروق لا فجأة او انا قاعد في مكان معين مش قادر اقوم الناس محروق منهم فاقوم اعمل عمليه تربيش التعويض عايز اعوض. الانسان بيمشي سبعه ده الانسان السوي يمشي سبعه
فحاول يا اما افتح رجلي للخارج او اضم رجلي للداخل، ما انا بهرب من الالم. هنا انا ما وقفتش الالم، ده انا ببوظ في غضروف الركبه وانا مش واخد بالي. وبعد كده ابص الاقي المريض مش بدا يشتكي من الركبه، ويقول لك انا عندي الركبه مشكلتها عاليه. طب ايه اللي جاب الركبه؟ ما كانش عندك مشكله في الركبه، لا انت خدتها من الظهر، انت حبيت تعوض من الظهر وتهرب من النقطه دي لحاجه اصعب. لا خدت الركبه معاك بقى غضروف ظهر وغضروف ركبه. اكيد تمام، حاجتين دايما مرتبطين ببعض. الحاجتين بقى مرتبطين ببعض. تمام تمام. فمشكله الركبه تنتج من مشكله الظهر في الغالب، يعني يعني لو فصفنا 80% مشاكل الركبه تنتج من غضروف الظهر، من هروبه ومن الم الظهر. اكيد طبعا. تمام. طيب دي درجات الغضروف يا دكتور، لكن انا عايز اعرف من حضرتك دور المسكنات ايه؟ المسكن على فكره من اخطر الاشياء على الغضروف، وده وجهه نظري انا، ماليش دعوه بغيري، ولكن دي وجهه نظري انا، ان المسكن نفسه مشكلته ان بيرفع لي درجه الاصابه. يعني انا مثلا في المرحله الاولانيه، تمام، المرحله الاولانيه ديت كان شويه الم صغيرين، ممكن انا فايت على صيدليه اخد ابره امشي حالي وظروفي تمشي. تمام تمام تمام. او اخضع لقرص علاجي مسكن. تمام. المشكله دي خطيره جدا، يعني احنا لو اتكلمنا فيها لا ده مشكله عايزه حل. بمعنى ايه؟ لو انا عند الدرجه الاولى انا خدت مسكن رفعتها للثاني، لان انا مشيت على ان انا ما عنديش حاجه، ما انا مش حاسس بحاجه. ايوه وصلتني للمرحله الثانيه، يبقى مين اللي خد ايدي المسكن ووصلني للمرحله الثانيه؟ المسكن التسكين. التسكين هو اللي خد من ايدي وداني المرحله الثانيه. تمام. لو انا خدت طبعا في الوضع ده اهو بدات ارفع كفاءه المسكن. يعني كنت باخد مسكن مثلا 25 خليته مثلا 100. تمام. لو انا جيت في المرحله الثانيه خدت المسكن هو اداني لحد الثالثه. تمام. لان بقيت ازود الجرعه وازود القرص نفسه، يعني انا بزود اخد مسكن اقوى. تمام. لحد ما يوديني لحد مثلا الكورتيزونات والحاجات طبعا اللي هي بقى اللي هتدخلني بقى حضرتك بقى على ايه بقى؟ على الغسيل على طول. وانا دايما بنصح كل مشاهد، خلي بالك دي مشكله. انت راجل سليم وسوي، تمام، توديك للغسيل من اسرع بابه، لان الحاجات دي بتاثر على الكبد، بتاثر على الكلى، بتاثر على الاجهزه الداخليه كلها اللي ربنا خلقنا بيها. تمام. ربنا خلقنا بالنصح ده، وربنا اللي خلق ده، احنا خلق الله عز وجل. تمام. لما ادخل عليه حاجه تجبره على التسكين هيضرب لي حاجه ثانيه، هيديني عرض ثاني، يعني ممكن زي ما قلت لحضرتك يوديني الغسيل من اسرع. طب دكتور محمد نكمل بعد طبعا. الاتصال عن معانا تليفون من ام احمد من الاقصر. اهلا بحضرتك ام احمد، اتفضلي معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور انا عندي سؤال، معايا الوالده عامله عمليه غضروف ومسامير وشرايط يعني. تمام. بس من فتره من الكلام ده من حوالي 10 سنين. تمام. ليها فتره بتعاني من الم شديد في نفس مكان العمليه. تمام تمام. هل دلوقتي ممكن هي كشفت عند الدكتور قال لها المسامير دي عايز تطلع. تمام. لو عملت لو شالت المسامير يعني ممكن ترجع ينزل الانزلاق الغضروفي ثاني؟ هجاوبك حاضر حاضر حاضر. معلش انا اسف، في سؤال ثاني. اتفضلي. معايا كتفي بحس بألم في رقبتي وفي الكتف، وبعض الاحيان التنميل في اليد الذراع اليمين. تمام تمام. لدرجه ان انا وقت السجود ما بقدرش ان انا ابص عليها يعني. لا هقول لحضرتك على حاجه عشان بس ما تدخليش الايه الخطوط في بعضها. مشكله الكتف والعنق حاجه، ومشكله الرجل حاجه ثانيه، يعني دي فقره ودي فقره، وده عرض وده عرض، ودي مشكله ودي مشكله، الاثنين مش مرتبطين ببعض. كتف المشكله كلها في الكتف والرقبه. طيب احنا كده خدنا العنق، كده كده الفقرات العنقيه هي اللي فيها المشكله. تمام. كده الفقرات والكتف اليمين. تمام. رجليك بقى دي الفقرات القطنيه مش العنقيه، دي الفقرات القطنيه. لا انا رجلي ما فيهاش حاجه، انا الوالده بس اللي هي عامله عمليه الغضروف. طيب ماشي، انا هجاوبك عليها. حاضر حاضر، اصبري معانا الحلقه وان شاء الله هجاوبك عليها واحنا ماشيين. حاضر، احنا الاثنين حاضر حاضر، هنتكلم عن مشكله العمليات الجراحيه. حاضر. شكرا لتواصلك معنا ام احمد من الاقصر، ودكتور محمد ان شاء الله هجاوب حضرتك دلوقتي حالا على اسئلتك. شكرا للتواصل.
طب نرجع لموضوعنا دكتور محمد، احنا كنا بنتكلم عن درجات الغضروف وقلنا دور المسكنات، حضرتك ذكرت ان المسكنات من أسوأ، معلش يا دكتور هنواصل مع حضرتك تاني بعد ما ناخد الاستاذ محمود من الاهليه. اتفضل. ايوه استاذ محمود، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، علي الصوت يا استاذ محمود لو سمحت. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور اتفضل. فقرتين من 2000 و استاذ محمود معلش ما كان في شبكه كده، بعد اذن حضرتك عشان الدكتور يسمعك. ماشي يا فندم انا مع حضرتك. دلوقتي حضرتك انا عندي من فقط 4 و5. تمام. دكتور عندي تاكل من حضرتك الكلام اللي انت بتقوله، عندي فعلا عندي تاكل في غضروف اليمين ما فيش قاعد عليها خالص. بتقول عندك عندك تاكل في الفقرات. وعندي تاكل في غضروف. طيب انا هنصحح بس مفهوم صغير بعد اذن مع حضرتك هتكلم عليها في النقطه دي، حته تاكل الفقرات. انا عايز حضرتك يا فندم عشان حضرتك انا ورثت الاشاعات بتاعتي انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ 49 يا فندم. انت لسه عامل زي الفل اهو. ها؟ ما اعرفش. شباب شباب. طب بتشتغل ايه يا حاجي محمود؟ انا ارزاقي يا فندم بشتغل بجميع. ايوه يعني مش بشتغل شغل مثلا راجل مرفه يعني. لا بشتغل ارزاقي. طيب بص يا حاجي محمود، على الاطلاق ما فيش تاكل الفقرات، لان الغضروف بيحمي الفقره مش بياكلها. الغضروف بيحمي الفقره. عندك نسبه الم عاليه، انا كنت اتكلم في نقطه نسبه الالم العاليه، لكن الفقره سليمه ما فيهاش حاجه. تمام، دي اطمنك منها، لان لو فيها اي مشكله هتنتج عن الغضروف مش هتنتج عن الفقره نفسها. اتفضل. مع يعني معلش يا طول حضرتك. اتفضل اتفضل معاك. النقطه اللي حضرتك نمت عليها انا حسبتها دلوقتي بالنقطه يا فندم. خلي بالك صوتك بيقطع وانا عايز اسمعك كويس. علي وضح صوتك يا استاذ محمود لو سمحت معانا. ايه يا فندم معايا الصوت بس حضرتك. بقول لحضرتك نقبل حضرتك الدكتور النبذه اللي انت بتتكلم عليها فعلا وما بطلعش من بلدي. ايوه ما هو يبقى كلامي انا واضح مع حضرتك، يعني انت عندك غضروف خارج من مكانه ضاغط على العصب، انت سامعني كده؟ يا فندم ايوه حضرتك انا عايزك تفضل حضرتك كل ما حضرتك حضرتك استاذ محمود ممكن تسمعنا عن طريق التلفزيون وهنجاوب على حضرتك دلوقتي. الدكتور محمد هيجاوب حضرتك حالا، فنكمل يا دكتور موضوعنا. احنا قلنا انا هجاوبه على النقطه بس بعد اذن حضرتك طبعا. بس عشان النقطه دي بس ما تطلعش منها. اتفضل. هو بيقول انا عندي تاكل في الفقرات. تاكل ده صعب جدا يجي حته كلمه تاكل. لان الغضروف طبقه هلاميه بتحميل الفقره من فوق ومن تحت. يعني الغضروف وسيلته ان هو يحمي الفقره يحمي العض. لو حصل تآكل يحصل في الغضروف نفسه مش يحصل في الفقرة نفسها في العظمة نفسها. تمام. ليه؟ لأن الغضروف أطرى من العظمة. يعني احنا هنعكس الآية، يعني العظم بقى أقوى من الغضروف؟ لا، الغضروف أطرى أضعف من العظمة، فالغضروف ينضغط عليه أكتر من اللازم فهو يديني يخرج من مكانه يديني النغزه اللي هو بيقول عليها. انا بحس فرك لو طلعت السلم حاسس ان انا تعبان جدا مش قادر اتحرك. تمام، درجتين اتنين واجي واقف ماسك في السلم ورجلي تشد عليا. ما هو اسوء طلوع السلم بالذات عشان الناس المشاهدين يعرفوه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تظهر لي مشكله الغضروف اللي هي طلوع السلم. اشمعنى؟ بعد اذن حضرتك هناخد احمد من اسيوط. اتفضل يا استاذ احمد. استاذ احمد اهلا وحضرتك يا فندم. اتفضل حضرتك. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل يا حبيبي، اتفضل. حضرتك انا شغال ارزوقي بطلع السلم واخد بالك، شغال في شغل الحجر يعني. تمام. فاهمني؟ فطبعا بحس ان ظهري من تحت كده الم في ظهري ووجع في رجلي الشمال. تمام. واخد بال حضرتك؟ فالالم ووجع في ظهري في رجلي الشمال اكتر يعني. تمام. اسم حضرتك ايه؟ استاذ احمد كرم. استاذ كرم من من اسيوط. ما عشان كده ما سمعتش الاسم بس بأكد. لا استاذ كرم. يا استاذ كرم، الغضروف الغضروف طالما جه ما جيش في الرجلين، لازم كلمه غضروف لازم يجي في رجل واحده.
مبدئيا يعني. انا رجلي الشمال حضرتك. ما هو يا شمال يا يمين، وفي الغالب يعني لو قلنا النسب وحددناها نسب 70% بتيجي شمال. يعني مثلا 30 في اليمين، لكن في الغالب الغضروف في الشمال. لكن لازم يجي رجل واحده ما يجيش رجلين. طب لو جه في الرجلين يبقى ديسك فقره، يعني الغضروف او الفقره نزلت بالتساوي على العصب فقرصت على الاثنين، فخرجت وقرصت على الاثنين. تمام؟ فلازم يجي على اتجاه واحد. هجاوبك انا على واحد. اتفضل يا استاذ كرم. اتفضل سامعك. الو. اتفضل يا استاذ كرم. طب حضرتك بالنسبه للحاله دي، حضرتك بالنسبه للحاله دي هل اشتباه في غضروف او غضروف مع لا الأطلع. غضروف يا حبيبي كامل، غضروف كامل مش محتاج. ما هو طالما هو وصل العصب او الالم في الرجل كده بقى غضروف كامل موجود خلاص، مش اشتباه يا حبيبي، ده كده غضروف. بس يوصل يوصل بدرجاته بقى، مش يعني ايه، خلي بالك من النقطه دي. يوصل بدرجه، هل هو درجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه؟ هل لما بتريح الالم بيخف ولا بيستمر معاك؟ بيخف. يبقى انت في الدرجه الثانيه لسه، يعني انت ماشي الدرجه الثالثه. لو خدت مسكن يرفع الدرجه اكتر من كده. اتفضل. شكرا لحضرتك يا استاذ كرم على اتصالك. نرجع لحديثنا يا دكتور. اتفضل. احنا قلنا مشاكل الظهر والامها واعراضها ودرجات الغضروف. تمام. لكن في حاجه مهمه جدا. تمام. مريض الغضروف ساعات او في الاغلبيه العظمى ما بيبقاش عارف انه عنده غضروف، ايه راي حضرتك؟ الحته دي عليها تحفظ جامد قوي. بمعنى انا ممكن يكون عندي غضروف وانا مش عارف، تمام، والغضروف في النقطه دي بياخد مراحل. يعني ممكن في واحد عنده القناه واسعه وعنده مشكله كبيره جدا في الغضروف، وفي واحد عنده غضروف وما يعرفش. طب دكتور، احنا معانا صور عايزين نوضح مع حضرتك. اتفضل. دلوقتي نشوفها مع بعض على الشاشه اهيت. تمام تمام. نشوف بقى كده. ده عندك بص كده حضرتك. تمام. نشوف ده عنده كيفوزيس. الصوره دي عنده كيفوزيس، يعني الانحناء امامي لقدام. عشان بس الناس بس تبقى الالفاظ المصطلحات الانجليزي. يعني هو عنده انحناء امامي. الانحناء امامي ده على فكره فيه مشكله كبيره جدا. ان العمود الفقري بيمشي في منحنيات. في تقوس، في تقعر صدري وتقعر بطني. يعني العمود المفروض بيبقى من هنا في الصدر عالي. في المنطقه كده دكتور زي ما احنا شايفين كده انعدل خلاص. انعدل كده. وبقى في تقوس بقى موجود. يعني لو جبنا الصوره الاولانيه هتلاقي الظهر كله بقى استقامه في تقوس قدامنا اهو. الظهر كله بقى استقامه واحد. لكن في الصوره الثانيه في يعني شيء اتعدل. خلاص بدات تظهر تاني بالظبط اهو كده قدامنا. كده الانحناءات بتاعته بدات تظهر تاني في المشكله بتاعته. تمام. لكن المشكله بقى لما بيجي العمود الفقري ينفرد او ياخد الشكل بتاعه المنحنى عدل الطبيعي بيعمل لي اعراض. منها الالم طبعا، هيرغ بقى كامل غضروف برضه في الظهر من تحت. تمام. ولكن بيعمل لي وهم بقى. انا مش قادر اقوم، انا حركتي بقت ضعيفه جدا. انا بقيت مرهق جدا، تعبان جدا، انا مش عارف من ايه. مع العلم ان في الصوره او الدرجه دي اتعدل الالم كمان ضعيف مش عالي. بس انا مش قادر اتحرك. دكتور معانا نشوف الصوره دي برضو كده. الصوره دي طبعا ده في كل حاجه. يعني الصوره دي طبعا عنده بقى كيفوزيس وعنده سكلوزيس وعنده لبتوز والظهر انعدل وكده بقى خلاص بيلك الارض خلاص. دي لا لابد لها طريقه. الصوره واضحه قدامنا فعلا اهيت خالص. دي صعبه جدا يعني عشان تبدا تجيبها. انا علشان نوصلها بالمرحله دي بتاخد وقت منا شويه. يعني ممكن تاخد لها مثلا متوسط 40 يوم ولا حاجه عشان ناخدها نقدر نعدل الفقره دي من غير عمليه. يعني لا نفتح ولا نقفل عليها لان هي هتضر. طب دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال. دي بتيجي معانا بالجلسات فعلا ولا بالجراحه؟ احنا قلنا نستبعد الجراحه زي حضرتك ما قلت. احنا هنقول بالجلسات. لو عملنا بالجلسات ايه اللي هيحصل؟ الجراحه يعني انا ما بحفزهاش قوي في البدري قوي. يعني في في المقدمه في المقدمه لا لا لا، المفروض انا بوصل لحد النهايه. يعني اما افشل خالص وان شاء الله ما بنفشلش. بس يعني معنى كده ان احنا بناخد التاهيل الاول الطبيعي. التاهيل المفروض بالظبط. الغضروف بس انت يعني لو اتكلمنا فيه حته الغضروف مثلا التاهيل بتاعه. لا الغضروف اصابه عشان ااهله. يعني مشكله عايزه تتعدل. طب نشوف الصوره دي دكتور كده معانا. ده عنده الفقره العنقيه خلاص بقى فيها تيبس. يعني لما يجي يلف بقى يلف كل مع بعض. يعني المنطقه طبعا دي بقى في الرقبه يا دكتور ولا في الظهر؟ لا منطقه عنقيه دي. دي عنقيه. المنطقه العنقيه. المنطقه العنقيه هي خلاص اتاخرت لورا. تمام. طيب المنطقه بتاعته اتاخرت لورا خلاص. دكتور معلش هنوضح برضو للساده المشاهدين دلوقتي يعني ايه المنطقه العنقيه.
المنطقه العقب النخاعيه دي 7 فقرات. اي خلل فيهم بيديني العرض اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي، اللي هو الم في الدراع. أيوة. ما بقدرش انام، الم في الكتف. المشكله بقى خلاص مش عارف اقضي على اي حاجه، ايدي خلاص وقفت. وفي ساعات لو واحد ينصحه يقول له طب علق ايدك، ودي مشكله على فكره خطيره جدا. ايوه، ان انا علق ايدي دي، النقطه دي تعليق الدراع ده خطا جدا. ايوه دكتور، يعني فعلا ده اللي بيتنصح بيه. لا لا لا، صعبه جدا. لان انا لما بعلق دراعي في المنطقه ديت، انا مشكلتي مش في دراعي. انا مشكلتي في رقبتي، في الرقبه. احلها ازاي بس الرقبه؟ تمام. فانا بعلق دراعي. طب علقته كم يوم؟ علقته مثلا 20 يوم، شهر. تمام. انا لو علقت دراعي الفتره دي كلها، طيب، بيحصل لي تيبس في المفاصل دي. بيجي في الاخر يبقى المفصل ده بيقفل والمفصل ده بيقفل، يبقى خلاص. يبقى انا بعد ما كان عندي فقرات عنقيه بقى جزء مفاصل معايا كمان. تمام. طيب ناخد الفيديوهات كده معانا دكتور، نشوف كده. ده طبعا الدكتور يعني اللي انا شفته بنفسي بقى في المركز عند حضرتك. دي بعد ما صعد دي خلاص. بعد ما صعد شغل طبيعي ده. اللي انا شفته بعد ما صعد دي. ايوه دي عندها كان عندها سقوط قدم كامل. تمام. يعني دي الصوره الاولانيه. دي الصوره الاولانيه. الصوره الاولانيه ليها طبعا الرجل خلاص المشط مش عارف اتحكم فيه. لا مؤاخذه المداس بقى خلاص بقى يقلع من رجلها، ما فيش بقى دي سكوتش. تمام، هو باين قدامنا خالص خلاص كده، خلاص ما فيش حاجه، خلاص الموضوع كده بقى ماشي طبيعي خالص. ده اللي انا فعلا لاحظته في المركز عند حضرتك، انها بقت تمشي طبيعي وبقت انسانه طبيعيه. لا، انسانه طبيعيه وخلاص، بتمارس عملها. تمام. ولا فتح ولا قفل ولا عجز، وخلاص الدنيا فيها. لكن كده شوفي المشط خلاص بقت بتنقله بحركه بندوليه، يعني ما فيش خلاص بقت ترفع خالص وتنزل بيه لتحت. ده يمكن كمان دي كمان بعد جلستين ثلاثه على ما انا اخدنا. طب ده ايه دكتور بقى، عايز اعرف من حضرتك، اعاقه دي ولا حادثه ولا ايه بالظبط؟ يعني لا هو بيجي اعاقه غضروف، يعني انا مثلا غضروف. عندي غضروف. تمام، تنتني اتمادى فيه الغضروف. انا عايز اشرح حضرتك على الفقره نفسها، تسمحي لي بس اشرح على الفقره نفسها طبعًا. عشان المشكله دي عاوزها والناس كلها عايزه تفهمها. طب عشان الناس بعد اذن حضرتك يا دكتور هناخد الفيديو الاول وبعد كده هنشرح على الموديل اللي معاك. تمام. طبعا دي المشكله كلها في جامع سقطه من الظهر. وكانت المشكله بتتعالج قبليه من الرجل. فلما عالجناها من الظهر الرجل فقت ومشت والموضوع انتهى والحمد لله. لا بس دكتور انا شايفها، معلش من غير ما اقطع حضرتك، ان الغضروف ممكن ياثر بالطريقه دي على الرجل، يعني كانها اعاقه. كان عندها ده ياثر اكتر من كده كمان. كمان ياثر اكتر من كده بمراحل كمان. دي شبكه واضح اعصاب. واضح جدا. لا دي شبكه اعصاب. يعني حضرتك معنى ايه شبكه اعصاب؟ يعني حضرتك اللمبه اللي احنا قاعدين فيها دي سلكها هيقطع، هنقعد في الضلمه. تمام؟ تمام. هي نفس الفكره بتاع سقوط القدم. سقوط القدم العصب انضغط، وقف النرف عندي، الاشاره اللي جايه من المخ ليها. وعلى فكره في نقطه انت فكرتني يعني كمان في نقطه جميله قوي في النقطه دي. يجي واحد يقول لي الدم مش واصل رجلي. الدم مش واصل رجلي. اطراف الدم مش واصل. مش واصل اطراف. ماشي مش مشكله فعلا. يعني الدم مش واصل رجلي. دي الشكوى الاساسيه حسب ما بيقول عليه على طول. ايوه دي الشكوى. يقول لك الدم مش واصل. لا ده الدم واصل بكفاءه 100%. امال ايه مشكلته؟ امال ايه ده بقى؟ ايوه هي دي نقطه الخلاف. صح. في النقطه دي. ايوه احنا الانسان بيعيش بالكهرباء زي اي مولد كهرباء، زي اي جهاز. اي جهاز. اي الدنيا كلها بتعيش بالكهرباء. تمام. الانسان نفسه بيعيش بالكهرباء. المخ بيولد اشارات عصبيه، يعني موجات كهربائيه بتوصل الاطراف. انا حضرتك القلم قدام عايز اكتب مثلا جمله، طب همسك بايه؟ المخ هيدي امر للصبع يمسك الصبع. تمام. طب انا لو عندي جلطه، لو انا عندي بالفيديو دكتور، معلش انا اسفه للمقاطعه، معانا دلوقتي على الشاشه بعد السيده او الانسه لما صحت وفعلا بقت طبيعيه جدا. تمام. في المركز عند حضرتك. تمام. لا انا بجد مستغربه ومندهشه ان الحاله كده من دي قبل كده. تمام. وبعد كمان. تمام. فالفرق هنا فرق شاسع. ما هو في حاجه ان انا شلت طيب الضغط على العصب. شلت الضغط. شلنا الضغط في وقت قد ايه دكتور؟ يعني بصي في النقطة دي جميلة وكلمة جميلة قوي، في وقت قد ايه؟ على فكرة الجسم نفسه مش كل الجسم زي بعض. يعني أنا حضرتك هسألك سؤال، أنت البصمة بتاعت حضرتك زي بصمتي؟ يعني أنا لو بصمت كده بصبعي البصمة بتاعت حضرتك نفس البصمة؟ لا طبعا. الله ينورك. يبقى كده عندي كل واحد وليه شفرة في خليته، يعني في واحد جسم بيساعد نفسه. تمام. فعلا. وفي جسم ينقلب على نفسه. هو الجسم كده، هو سبحان الله ده جسم يساعد نفسه. في واحد يقول لك انا جرحي بيصحى من غير مضاد حيوي ولا حاجه. بالزبط. ده هو بسم الله ما شاء الله، هي لو اخذ الست بتغسل الصحون تصحى.
ايدي بتيجي على الميه. ايدي بتيجي على الميه. دي المقوله، دي المقوله اللي بتقول ايدي بتيجي على الميه. وانا جرحي ما بيصحاش الا بمضادات والكريمات والكلام ده. في واحد جرحه يغيب معاه، ده جسم بيساعد نفسه، وجسم وفي جسم بقى ينقلب على نفسه. ايه الجسم بقى اللي بينقلب على نفسه؟ يعني ياكل نفسه. تمام. جبت الكلام ده منين؟ زي ايه بقى؟ زي ايه؟ زي الراجل اللي بيركبوا له صفائح دمويه يقول لك والله احنا ركبنا له امبارح صفائح كسرها، عنده تكسير في الصفائح الدمويه. الجسم خلاص مش راضي بنفسه خلاص، يركب له صفائح النهارده الصبح ياكلها، يبقى عايز صفائح ثانيه. ففي جسم بيساعد نفسه، تمام، وفي جسم ينقلب على نفسه. طب هنرجع في النقطه دي عندي بقى، في جسم الجهاز المناعي او الترصيب عنده سريع، فهو الراجل بيلتئم معايا بسرعه. يعني انا كل اللي انا بعمله انا بحرك الفقره ترجع لي الغضروف في المكان بتاعه، تمام، فهو جسمه بيساعده. تمام. في واحد بقى يغيب معايا شويه، هو جسم انا عنده ضعيف شويه، في واحد يغيب فعلا. درجه يعني هي بتبقى متفاوته بين الافراد. زي البصمه بالظبط، ممكن انا دايما اقولها كل واحد ليه بصمه، ليه بصمته، صح كده. كذلك كل واحد ليه شفرته اللي هتساعده، جسمه هيساعده وجسمه مش هيساعده. لكن في يعني التوتال بتاعه كله ان شاء الله بيصحى. ما فيش حد، ما انا لحد دلوقتي، انا بقالي دلوقتي 27 سنه شغال في المجال، كمان ما فيش حاله وقفت عندي الحمد لله. يعني الحمد لله، وده فضل من ربنا علينا. يعني لا طبعا طبعا، انا امشي الناس الغلابه دي بصراحه. يعني في مريض ما بيحسش نهائي باي الم في الغضروف، تمام، دي حالته في نظري انا تكاد تكون حاله سيئه. ليه بقى؟ تمام، انا ما عندي غضروف ومش حاسه بيه، تمام، تمام كده، هتعامل عادي بقى في الحياه العاديه بتاعتي، تمام، لايف ستايل بتاعي طول اليوم، بمشي بتحرك بقعد قاعده مش صح، قاعده بروح اجي بشيل تقيل مش عارف ايه الكلام ده كله. فدي المشكله هنا. راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ الغضروف نوعين زي ما قلت لحضرتك، نوع كامل هو مش حاسس بيه ان عنده غضروف، بالظبط كده، تمام، وعايش حياته عادي، وعايش حياته عادي، بس الفقره منزلقه. لو احنا جبنا النقطه دي هنفسرها برضو نوعين، مش نوع واحد برضو. اتفضل. في واحد خلاص هيظهر، ده سهل، ده سريع، ده بجميل، ده حتى علاجه سهل سريع. وفي واحد الفقره القناه بتاعه العصب اللي هو ماشي فيها النخاع نفسه كامله واسعه. لا واسعه، يعني انا مثلا عندي الفقره، لو احنا خدناها على الفقره كده، ايوه، تمام، القناه ده اللي بيمشي فيها الايه العصب، تمام، دي واسعه. دي من اخطر الغضاريف، بمعنى العصب لو خرج عن الغضروف، لو خرج عندي بياخد مدى على ما بيطول العصب، فالفقره بناء عليه بتتحرك اعلى من المستوى بتاعها، يعني الفقره بتتحرك اكثر من المستوى بتاعها. فلو الثاني بياخد درجه او درجتين بيحس بالالم، لا ده ممكن ياخد ثلاث درجات على ما يحس بالالم، لان الفقره العصب بيهرب قدام الغضروف. هو كل ما هيطول وصل القناه عنده واسعه، تمام، فهم الاثنين سواء ده او ده ممكن يكون عنده غضروف وانا مش حاسس ان عنده غضروف، تمام، مشكله ثانيه. ما عنديش، مش حاسس، مستني النوع الثاني بقى اللي يظهره. يجي واحد صاحبي يشد دراعي، ظهري وجعني، يبدا هنا المشكله تظهر، يقول له انا انت جبت لي غضروف. لا انت ما جبتلكش غضروف، هو ظهر لك الغضروف، ممكن اعطس. طب في مداخله معانا دكتور بعد اذن حضرتك. دكتور عادل من اسكندريه، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا طبعا يعني انا مش حاسس طبعا، لكن انا بس اشيد بالمجهودات والعلم اللي بيقوم به الدكتور محمد الرفاعي، وانا بسميه راجل مبارك اساسا بجد، والله دكتور مبارك اساسا. يعني الحاله بتاعت اللي هي الانحراف الجانبي اللي كان اظهرها دلوقتي في الصوره عندكم دي، يصعب علاجها باي شكل من الاشكال الا بالتدخل الجراحي. الدكتور محمد انا شفت الحاله دي حاله من الحالات النادره، والحقيقه انا مبسوط جدا وسعيد جدا جدا بنجاحه في علاج هذه الحاله. ودكتور محمد عنده حالات كثيره جدا جدا، حالات مستعصيه، والراجل ده انا مش بتكلم عشان اشيد، لا ده حقيقه. راجل اولا دكتور فاهم شغله، عارف شغله، بيأدي شغله لله سبحانه وتعالى، بحيث ان فعلا فعلا بنجد النتائج بتاعه الدكتور محمد الحقيقه كلها نتائج ناجحه. وانا بشكركم على البرنامج العظيم ده، وبشكركم على الاسئله اللي هي الحقيقه يعني طرحتوها، اسئله كلها كويسه واجابات غير عاديه، فبشكركم جدا يعني. ميرسي لتدخلك يا دكتور عادل. انا الاول هشكر الدكتور عادل رشدي، والدكتور عادل رشدي ده بروفيسور علم الاصابات، وانا يمكن بنتقل منه، ممكن هو الدكتور عادل برضه عشان الساده المشاهدين ما يفكروش الراجل بيشهد لي انا لما طبعاً. اجري معاه ان انا اقول له اتصل عليا او ده هو شاف اللقب، طبعاً ولكن ده راجل بروفيسور، ده شهاده انا بعتز بيها،
ده على راسي الدكتور عادل، انا بنتهل منه، هو دايما بيديني العزيمه والقوه، ودايما هو يقول لي النقطه ان دايما انا مبهور بيك بشغلك، لكن انت يا دكتور عادل استاذي، والدكتور يوسف دهب ده الاستاذ الكبير من اعلام جامعه اسكندريه، دول قامه وقيمه. يعني دايما اقول حضراتكم دكاترتي واساتذتي، انت حضراتكم قامه وقيمه علميه. ويمكن انا دايما لما بنقعد مع بعض بنتناقش في بعض، بستفاد منه بصراحه، بستفاد منه. فهم الاثنين دكتور عادل رشدي دكتور يوسف ده، دول حاجه بسم الله ما شاء الله روعه، ربنا يبارك في صحتهم طبعا ويبارك فيهم. التاهيل في مصر ليه اساتذته وليه ناسه، واحنا فعلا ده عالم الاصابات، ده احنا هنيجي جنبه ايه بس يا دكتوره؟ لا طبعا لا 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 لا، ده عالم عالم اصابات. لا بنشكر حضرتك طبعا، وبنشكر دكتور عادل فعلا على التدخل الجميل ده. بس معانا بعد اذن حضرتك استاذ وليد من كفر الشيخ. اهلا استاذ وليد. اهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك في حضرتك، اتفضل حضرتك. انا كنت حاله عندك المدام بردك، كنت في كره قدم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حاج وليد. انا بشكرك بالمجهود اللي انت قمت معانا بيه. يا سيدي ده تحت امرك، ده انا تحت امرك. وحضرتك منور قناه الصحه والجمال. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا استاذ وليد، ومتشكرين على الاتصال. خلي بال حضرتك الجماعه بتقول برضه كان عنده سقوط قدم، يعني نفس المشكله كان سقوط كامل للقدم. الحمد لله يعني تمام وخلاص. الحمد لله المجهود اللي قمت معانا لحضرتك بيه. الله يبارك فيك، ربنا يبارك لي فيك يا استاذ وليد، ربنا يبارك فيك. انا بشكر حضرتك يا دكتور. الله يبارك فيك يا استاذ وليد، انا متشكر، متشكر جدا، متشكر جدا. الله يخليك، الله يخليك، متشكر جدا. شكرا لحضرتك يا استاذ وليد، متشكر جدا على الشهاده دي. دكتور هنرجع بقى لموضوعنا، طبعا التداخلات التليفونيه احنا مش هنشبع منها. لا طبعا الساده المشاهدين لهم حق علينا في البرنامج طبعا، الاستاذ وليد ونتمنى ان احنا الحاله بتاع الاستاذ وليد اللي هو اتصل ده حضرتك كان عندها سقوط قدم كامل، لدرجه ان كانوا مش مصدقين ان دي تيجي تاني بالتاهيلي. واشتغلنا فيها، كانت اكتر يمكن من الست اللي الفيديو ده، لا هي اكتر منها كانت بتحرك رجلها بصعوبه من ورا، يعني تسحبها ورا. تمام، فالحمد لله اشتغلنا فيها. احنا دخلنا النهارده بتاع يعني شهر، شهر وحاجه بسيطه، الحمد لله تمام، ورجعت للحياه بتاعتها تاني. طيب ولا فتحنا لله ولا قفلنا، والحمد لله، الحمد لله زي الفل. ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. دكتور النقطه دي يعني شهادته الحمد لله عليها. طيب سؤال مهم قوي يا دكتور. تفضل. احنا بنقول لا، ويمكن سؤالي ده جاي من المعنى، الغضروف هو مش مرض، هو اصابه طبعا. وجت الكلمه انزلاق غضروفي لان ده اصابه غضروفيه، اصابه غضروف. لا لكن ليه بنقول عليه مرض؟ يقال على اصابه، اصابات العمود الفقري بالظبط. يعني خلينا نحط المسميات في مكانها. مش امراض العمود طبعًا الفقري طبعًا. يبقى دي اصابه مش مرض. الاصابه عندي خلل وظيفي مش خلل عضوي. أكيد. يعني بمعنى ايه؟ انا عندي الفقره اتحركت من مكانها، انا مشكلتي هي ديت، هترجع لي الفقره. على فكره الفقره دايما انا اقولها يعني مصطلحات انا بطلعها لنفسي. الفقره ام الغضروف. يعني ايه ام الغضروف؟ العالم كله بيشتغل على الغضروف. على الابن مش الام. طب ما تشتغل على الام، ما ترجع الفقره في مكانها، الغضروف هيرجع لوحده. لان الغضروف هنا جزء جيلاتيني. يعني جزء طري، يعني اي ضغط عليه من اي اتجاه يخرج، بيعمل فتق في الليجمنت اللي عندي او الرباط اللي عندي، يخرج منه الغضروف فهيرط العصب. طب ما ترجع الفقره في مكانها، والغضروف اصلا كده كده ليه، يمكن حتى على الفقره هنشرحها على الفقره. انا بس هستاذن حضرتك نشرحها على الفقره، بحيث ان يعني ايه لما نيجي لنقطه الاصابه يبقى الناس تستوعبها من هنا. اولا الفقره دي، ده جسم الفقره تمام، ودي النتوءات بتاعتها، ده المكان اللي بيمر منه العصب. يعني انا عندي المنطقه دي دكتور اللي فيها. بعد اذنك هناخد اتصال حاجة وفيه معانا. ايوه اهلا حاجة وفيه، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك والله عايز اكلم الدكتور لو سمحتي. اتفضلي اتفضلي. طب ادعي لنا يا حاجة وفيه قبل ما تسالينا. ايوه السلام عليكم دكتور. ادعي لنا قبل ما تسالينا. اتفضلي يا حاجة. يا دكتور انا عندي العصبور تحت تعبت جدا بشده جامده قوي. تمام. والقلب ما اقدرش اقعد بشده القلب بتاع العصبور. تمام. وانا عامله جهاز في القلب تنظيف ضربات القلب ومشاهده كده في الشمال. تمام. وما بقدرش اقعد يا دكتور، وبتعدي بس محاكاه من شده شده جديده تنزل لي بس العصبور، وبفضل احط شويه كتير، احط مراهق
الشيزوفرينيا والكلام من الكلام المراحل دي والسيزوفرينيا، فانا مش عارف عندي ايه يا دكتور، فبهرب من الموضوع ده. تمام تمام. حتى الليل بقى انا شايل حبه جهاز على القلب وشايله كده اشتباك. تمام، ربنا يشفيك يا حاجه، ربنا يشفيك. شكرا لاتصالك. ودكتور محمد هيجاوب حضرتك حالا. ربنا يشفيك. تحت امر. اولا هي نفس الكلمه اللي احنا قلناها، قلنا العصعص اربع فقرات. بينفصل اثنين عن اثنين. هنا المنطقه عشان هي مشكلتها ان هي راقده على طول او قاعده على طول، ما بتتحركش كتير عشان ضربات القلب. اقل حركه عندها بتضعف عضله القلب او يحصل لها اغماء او، فالحركه عندها ضعيفه. فبقت تعمل ايه؟ وهي قاعده على الكرسي تنزح لقدام. تاخد طرف الكرسي. طرف الكرسي هنا بيقرص كله على العصعص، فبيفلقوا الاثنين، هي اللي تيجي من هنا. فهي بس ترجع ورا شويه وتحاول ان هي تعمل عمليه تربيش، تعويض، تعويض يعني مثلا. بس المشكله عندها ان هي عامله شايله فص من الكلى او دي مشكله. دكتور محمد اسف المقاطعه، اتصالات كف الشيخ علينا كتير النهارده. تحت امرك. وناخد استاذ محمد اسماعيل. استاذ اسماعيل اهلا. استاذ اسماعيل معانا، اتفضل. اسماعيل ازاي؟ اتفضل. اي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور يا امير، الله يبارك فيك ويديك الصحه ويكرمك. ربنا يبارك لي في حضرتك. والله يعني كنت جاي يائس مش مصدق ان انا عندي ثلاث غضاريف وهشبت واعمل، والحمد لله ربنا يديك الصحه. انا بس عايز اقول حاجه ان الجماعه دول والله انا مش متفق معاهم، والله اتصلوا عليا. خلي بالك يا دكتور. يا دكتور اتفضل يا اسماعيل. الاستاذ وليد ردني عليك لحضرتك على القناه، بادرت ان انا اتصل بحضرتك على طول، ودي حقيقه. ربنا يبارك فيك اسماعيل. والله ده بص الشفاء ده رضا من ربنا على الانسان، خلي بال حضرتك. يعني انا مش بايدي، انا مش بايدي، الشفاء رضا من ربنا على الانسان. يا دكتور ده مش اتصال الناس، انا شفت نفسي. يا استاذ وليد اتفضل. الطرق اللي عند حضرتك طرق جديده، وربنا يبارك في حضرتك. اسماعيل عنده مسامح حالات ياما، كنت يعني الناس جايين مقدمين خالص وطلعوا زي الفل. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك يا اسماعيل. ده على راسك يعني، وديك الصحة. ربنا يبارك فيك يعني ويكرمك بجد على اللي انت بتعمله يعني، وفوق ان انت دكتور، انت اصلا انسان وربنا يبارك فيك. شكرا استاذ اسماعيل، شكرا لحضرتك. شكرا. الله يخليك. شكرا. اتفضل يا دكتور. اسماعيل جراند سكليوزس كان ظهره شفت قريب من نفس الدرجة اللي هو بتاع الالتواء العالي ده. تمام. وعنده رجل خلاص ما بينامش منها. يعني موضوع صعب جدا. تمام. فالحمد لله احنا وصلنا فيه نسبه حوالي 80% النهارده، يعني هو شغال لسه ما زال معانا. وصلنا فيه نسبه 80%، خلاص الالم هدا خالص، ما عادش في حاجه. هو فاضل لي بس شويه في الظهر، بس في الارتفاع الظهر. وطبعا ده احنا دايما ما بنبقاش نقرص عليها قوي. احنا بنجيب الظهر مرتاح على مهله، اللي ما خلصش النهارده يخلص بكره، ايه المشكله؟ صح. المهم ان انا ارجعه صح، ما يرجعش تاني ليا المشكله. طيب. تمام. دكتور احنا يعني مش عارفين نشبع من حضرتك ومن معلوماتك الجميله. الله يبارك فيك. بس في سؤال مهم واخير، هم سؤالين. طبعاً. معلش انا اسفه. اول سؤال، رجوع الغضروف تاني او بعد العمليات الجراحيه، عايز راي حضرتك في الموضوع ده. هقول لحضرتك على موضوع العمليات الجراحيه بس. المشكله ان العمليات الجراحيه انا بنقول على بس تحفظ، نخليها اخر مرحله. تمام. يعني نحاول نسعى جاهدين، اتنين متخانقين مع بعض. مش من اول خلاص نديه على طول، لا نصلح بينهم، نصلح ما بينهم. صح. يعني راجل مزعل للست بتاعته، ما انا اقول طلق؟ لا طبعا. ما هو الاولاد، ما هو نفس القصه، نفس القصه. انا اللي انا بقصده انا بشبه مثال. أيوة، أيوة، أيوة. بس بلاش الفصال على طول كده، لان كده بعد كده خراب، نفس المشكله. بلاش نستعجل بالعمليه، نحاول بقدر المستطاع ان احنا نرجع العمليه للمشكله الاصليه. طيب العمليات الجراحيه نأهل الاول معانا وبعد كده ونوصل عشان نوصل بس. العمليات الجراحيه. طب مشكلتي في العمليه الجراحيه، مشكلتي في العمليات الجراحيه، انا لو جيت على الفقره زي ما انا برضو متمسك بالنقطه دي، ده منين بيبات فيه الغضروف. تمام. يمكن عشان بس الجماعه بس يجيبوها لنا، ده منين بيبات فيه الغضروف اهو في جسم الفقره. الغضروف مكانه. تمام. الغضروف لو خرج انقرص عليه هو جزء جيلاتيني يعني طري. ايوه ماده جيلاتينيه. طبعا. ماده جيلاتينيه. جزء طري زي الكوره اللي هي بيتكوا عليها كده. ايوه ايوه. بص زي النفيخ، بص من ناحيه تطلع من ناحيه، بص من ناحيه تطلع من ناحيه. تمام. لما بيحصل عليه ضغط من من الخلف. تمام. بيخرج يا اما من هنا يا اما هيخرج من هنا. تمام. اولا الفقره اللي بينها بين الفقره والفقره بتتربط ليجمنت برباط. يعني هنا انا هنا اهو كده اهو، اربطه بتاعه الفقرات بينها وبين بعضها والغضروف.
في النص غير اللي ماسك مع الغضروف. تمام. فبيحصل لي فتق في المنطقه دي. الفتق في المنطقه دي بيخرج لسان الغضروف. تمام. يخرج يروح يلمس العصب، المكان اللي يتلمس يقلب. يقلب طبعا. زي بص حضرتك على حاجه تشبيه بسيط، زي الشعره في العين. هي الشعره دي تمثل العين بايه؟ مفيش حاجه. مفيش بس لو كنا اللي بس تلمس النني ما اديتني خلاص الدنيا تطير. هو نفس المشكله. الغضروف رك ما بيخرج من مكانه يلمس العصب خلاص مش هنام. تمام كده الدنيا خلاص تيجي عندي بقى. والالم دي يبدا يزيد بقى والمسكن وكلام. العمليات الجراحيه بتخش استئصال الجزء اللي البارز. ايوه تمام. الجزء البارز. الجزء البارز ده اهو هيرجع تاني، لان الجسم سبحانه ربنا هو اللي قال كده، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. طبعا ونعم بالله. تمام. يبقى الله عز وجل دي صنعته. تمام. صنعت الله عز وجل متقنه، هو الذي اتقن كل شيء. يبقى انا هنا لو انا اخذت الحته اللي في الغضروف استأصلتها اللي هي البارزه دي هترجع تبني ثاني. بس مش معقول. طب هتبني ثاني لو انت قلت حضرتك انها مش هتبني ثاني، انا هقول لك هتبني ثاني ازاي. انا لو عندي جرح في ايدي تمام بيصحى الجرح ما بيصحاش؟ بيصحى طبعا. تمام. صحى ازاي؟ الطريقه البيولوجيه بتاعته صحت ازاي؟ خلايا بتلتئم مع بعضها هوب هوب مع الجهاز المناعي يبعت لك خلايا التئام، التئم التئم التئام مع المضادات الحيويه ولا خلاص التئم يرجع الجرح زي ما كان. طب معانا اتصال دكتور معلش المقاطعه من عبد الله. اتفضل استاذ عبد الله. انا كده مش عارف اشرح الحته دي. اتفضل. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا ابو؟ الله يبارك في حضرتك، ربنا يبارك لك فيك. انا اولا انا عايز اشكر الدكتور على المجهود الجبار اللي بذله معايا، لان انا كان عندي غضروف متوسطين. وكان لحد درجه عمليه جراحيه. عمليه جراحيه كان كمان 100,000 جنيه. كانت الغضروف بتجيب رايح ومصاري. ولله الدكتور قال معايا مجهود الحمد لله اتعالجت من دي عمليات من باب الشيخ. انا حابب اشكر الدكتور واقول له يعني انت قدام حضرتك علامه في عالم علاج الغضروف. ميرسي لحضرتك استاذ عبد الله. عشان شكرا لحضرتك عشان وقت البرنامج، بس الدكتور هيقول لنا معلومه في دقيقه كده دكتور عشان وقت البرنامج. والله انا بشكر الناس اللي بتخش. خلي بال حضرتك يعني احنا طبعا ما بنعملش الا ما يرضي الله عز وجل. ونعم بالله. تمام. طبعا احنا بنحاول نفادي الناس من اي عمليه جراحيه او اي تدخل جراحي في النقط في الاول في التحفظ الاول تأهيل. التاهيلي بحيث ان يبعد عن العمليه عشان يرجع لطبيعته. انت لو شفت الراجل اللي هو ظهره معوج، لا بيفلح في الارض بسم الله ما شاء الله، يمكن 10 فدادين 12 فدان بيشغل فيهم لوحده يعني مع الانفار بتوعه. اي نعم. ولكن الراجل بقى تمام، ما فيش اي حاجه لا فتحنا عليه ولا قفلنا، والراجل راجع للطبيعي بتاعه بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى. دكتور الاول وطبعا مجهود حضرتك اللي الناس كلها إيه. انا فعلا انا نفسي سعيده بلقائي مع حضرتك النهارده بسبب دعاء الناس لحضرتك، بسبب الحاجات المجهودات اللي حضرتك عملتها واللي انا شفتها ولمستها بنفسي في المركز. فانا طبعا مش عارفه اختم البرنامج من جماله ومن حلاوته مع حضرتك. صدقني انا سعيده جدا واتمنى يكون لنا لقاء تاني على الصحه والجمال في معلومات اكتر واكتر. انا في نهايه حلقه الدكتور بنشكر حضرتك جدا جدا، ربنا يبارك في عمرك، وان شاء الله نتمنى التواصل فيما بعد باذن الله في حلقات تانيه باذن الله. ربنا يبارك في كل الناس اللي ربنا يفرحها ان شاء الله وخير ان شاء الله. واحنا تحت امر لاي حد في اي سؤال، احنا تحت امرهم ومعانا لو التليفون بتاعنا محطوط احنا تحت امرهم ونسال في اي مكان. ميرسي لحضرتك يا دكتور. ميرسي لحضرتك خالص. لا ده على ان اتحتوا لي الفرصه ان انا اتكلم في النقطه دي، لانها نقطه عامله شك للناس كلها. الناس اعالج نفس ازاي بعيد عن الجراحه؟ طبعا. لا الموضوع سهل، الموضوع مش صعب، الموضوع فيه شغل وفيه علم نشتغل عليه وان شاء الله خير بامر الله. شكرا دكتور. تحت امر عليك. تحت امر. اعزائي المشاهدين الى اللقاء في حلقه جديده مع برنامجنا المفضل حوار مع طبيب. الى اللقاء. متشكرين.